اليوم دخلنا للماط دخلوا عندي كاشات الجنات الاولى جاج قالت لي حيد القب حيد القب قلب لي ودني مشيت ثاني او ثاني جاد ديكتور طن 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 صونت لي في السوارت قلت لي راه السوارت ويقول لي اجي قلب لك ودنك قلب لي ودني ويمشي واش غدير اجي واش عندك الجنه الاولى الثانيه غتبقى تشوف في الورقه وغتشوف عيقوا 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 خلعوا فينا اللي كيخلعوا في حنا شي طالب توصل واحد الدرجه واحد الدرجه وتا الساده ما دخله ويقول لي يقول لي واش عندك شي حاجه قلت لي الساده واش وجهي ديال النقله وهذا صافي غير حنا الناس دراوج هادشي ما كديروش تيش قلب لي الشكاره وكاين هاد العام العام ناجحين العام التالي لينا ناجحين هاد العام ان شاء الله والرجاء ادي البطوله وكاس العرش وفي فلسطين في فلسطين يا ربي يا ربي تقص لي من النقاط الفصيله الا جبت 10 فصائل وزيد في البيوت ديال وجده نهار الشمس اخويا حطينا وزير الثقافه صح تا بزاف صح عيقوا علينا ولكن ناجحين هذا العام ان شاء الله وديما ويدي ديما ماشي الدراري ديما ويدي وكودر اليوم كان الصباح الجو زوين ياك الماده الساهل ولكن في العشيه اليوم في العشيه الفلسفه راه تكون صعيبه كيزيروا معانا صحاب بريفي بالعكس هما قراو بداو القرايه من شهر 9 فهمتي وليكور وكل شيء اما حنا عمومي شهرين وحنا حابسين وما عوضونا في حتى حاجه حنا وكيف الفلسفة صافي اخويا هادشي اللي كاين ان شاء الله ناجحين كاملين اللي ما نجحش هاد العام بلا ما يعاود ينجح العام الجاي راه العام هو اسهل عام اللي ما نجحش هاد العام العام الجاي راه ما كاين لا نجاح لا والو وهذا شوف الكونطي اللي حطوا لينا ساهله تعاملوا معنا في كونطابيليتي ولونجلي ساديو ماني ما حاط لنا شي لعاب مغربي حاط لنا لعاب من السنغال باش نعرفوا انا زيد معاه لعاب بامبلي انا كنعرف بامبلي بامبلي واش فرقه ولا عرفت سميت هذيك بامبلي ما حطوا لنا مزراوي لا كانوا حالا غير في المسجد وهنا واحد الاستاذ معك حشومه عليها كتكتب رابور بلا تليفون بلا كيش بلا والو غير كتهضر رابور كتعمر لك رابور كتخرجك حشومه عليهم الاستاذ ما رابحين والو راك تعاملوا بحال ولادهم بحال هذيك الدريه دابا ماتت الله يرحمها اش غيدير ولادها مسكين وما كتخلصوش دابا اسيدي دابا جايين حاضرين راه بليزير منهم جايين حاضرين حنا دابا الدريه بسبب ماتت دابا مسكينه الله يرحمها دابا اللي صح عليك شي صحه ودابا علاش ما يتعاملوش معانا راه كيديروا لهم 3 درهم الورقه كيبيعوا ديطاي راه فافور كيتعامل شوف باك اون بوست ان شاء الله هادشي اللي كاين العام لا هاد العام باك اون بوست ان شاء الله شوف هادشي اللي كاين